احنا اليوم في الثقافة، انا دار ثقافة احمد حمزة بالعوينة. اليوم عندنا البيل سكرة تحت شعار افانزيان، يعني ها اون افونس معنا بالتراديكسيون. عندنا السبيكر متاعنا نزار الشعري امير العبيدي سي عبد الكريم، وعنا دوك يعطيك الصحة يا جماعة ديو مع بالضبط مع بيل مع بيل تضامن في اوت، وخدموا بالدي بي دي ووصلوا معنا عملوا خبرة خبائد كيما كيما الصحة، ووصلوا اليوم لقينا صالة فيها اسيت بوبليك في الصحة وكيما قالوا. الحاجة اللي نحب نقولها لجماعة البيل معناها ايه باس باش تهبط في الجروب، نحب اللي باش يجيو جدد يحبوا يعملوا بيل حاجة برك، هي لازمك تشد صحيح، تبداش تصدم عليها وحدك ومن بعد يحطوا عليك زوز، المهم راك تشد صحيح، وهذه الحاجة تنجموا توصلوا بها برشا حاجة جدد. في كل بالمو اكثر حاجه هي الفلوس، مش حاجه اخرى سبونسوريك، هذيك هي معناها اكثر حاجه معناها فيها صح. نور شنو الصح؟ لازم تقوي شكرا. عشان نشوف هذا المشهد اللي قام بفكر.